إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله والحمد لله ولا أيها المسلمون، بعد الوصول إلى منازلنا يأتي دور الأضحية في الإصلاح، فهي ليست مجرد لحم وكباب، بل هي عبادة وإحسان للأهل والأحباب، كما هي تضحية وذكرى لأولي الألباب، ومقاصدها كثيرة ومتعددة، منها الإكثار من ذكر الله. يقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ومخلفات الأضحية، فعوض أن نتخذ العيد وسيلة تعود دون أن تجود بالتجديد والإصلاح، فعيد الأضحى عباد الله قبل فوائده الدينية هو سوق اقتصادي يروج الملايير، ودوره الاقتصادي لا يعلمه إلا خبراء الاقتصاد. لهذا كان لا بد من اختبار الأهداف والحالات والبحث فيه عن المقاصد والمآلات. فأعمال عيد الأضحى إن تتبعنا أهدافها ووقفنا عند مقاصدها ندرك دورها في عملية الإصلاح. وسلم إذا التقى بعضهم ببعض يوم العيد قالوا: تقبل الله منا ومنكم. وهنا عن آله الأخيار وصحابته الأطراف، خاصة المهاجرين من الأنصار، وفق اللهم أمراء المسلمين في كل الأنصار، وفق اللهم أمير المؤمنين محمد السادس ملكنا ملك هذه البلاد إلى ما فيه خير العباد. اللهم وفقه لهداك وجعل عمله في رضاك، اللهم وفقه لهداك وجعل عمله في رضاك، اللهم ارزقه بطاعة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم شد أزر جلالته بشقيقه السعيد مولى الرشيد، وأقر عين جلالته بولي عهده الأزل الأمير المولى الحسن، وارحم اللهم برحمتك الواسعة الملكين المجاهدين الجليلين جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الحسن الثاني. اللهم اغفر لهما وارحمهما، اللهم اعف عنهما، اللهم صيب طراهما. Thank you.